يقول السائل: هل يكون قد أخذ أجر قيام ليلة من صلى 10 ركعات مع الإمام، يعني مع الإمام الأول، ثم أوتر وحده أو أوتر مع الإمام الثاني؟ فهل العبرة بإمام واحد أو الاثنين معا؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم. العبرة بصلاة التراويح، يعني يبقى حتى تنتهي صلاة التراويح، سواء كانت بإمام واحد أو بإمامين أو بأكثر، يكمل صلاة التراويح ويصلي مع المسلمين، فيحصل على هذا الوعد الكريم من قام مع الإمام حتى ينصرف، سواء كان إماما واحدا في جميع التراويح أو كان عدة أئمة في صلاة التراويح. المهم أنه يكمل صلاة التراويح ولا يقتصر على بعضها. نعم.